عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. يا بني أكرم من لا يفارقك أبدا ولو كنت نائما. كانت هذه وصية عجيبة من الشيخ لتلميذه، وقال له: يا شيخي، من أولئك الذين تقصد أنهم لا يفارقونني؟ قال: يا بني، لم تسمع قول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ استكثر من هذه الرفقة التي تعينك وتحملك إلى مدارج الضوء، ولا تستكثر من الرفقة المظلمة المعتمة التي تحجبك عن ضوء الحق وتهوي بك في سعير الظلمة والعياذ بالله. يا بني، ألم تسمع ما قال ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن للشيطان لمة بقلب ابن آدم، وإن للملك لمة بقلب ابن آدم، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولابد أن تعلم سر هذه الآية، فإن الله عز وجل قال: الشيطان يعدكم بالفعل المضارع، إشارة إلى أن هذا دأبه، وأن هذا شأنه، وأن هذا متكرر منه لا يمل منه أبدا. ومن العجب يا بني أن تجد بعض الناس يشكو أن هنالك ظنونا ووساوس ربما تعبر بقلبه، ثم يرتجف لها فؤاده فيصدق الوسواس الذي يعلم أنه وسواس، ولا يصدق عدة رب العالمين سبحانه وتعالى. إن شأن الشيطان أن يكون موسوسا، هذا شأنه وهذا عمله، وأنت عملك الذي ينبغي أن تحققه في حياتك أن تستكثر من رفقة الملائكة وأن تهرول إلى ربك عز وجل. وما أطيب الهرولة تحت أجنحة الملائكة. يا بني، إن في إدامة الطهور والوضوء معنى آخر، فإن الطهور يجعل الملك قريبا منك، حتى إن العبد الذي يبيت متوضئا يبيت في شعاره، والشعار ما ولي الجسد من الثوب، يبيت في شعاره ملك كلما تقلب في الليل يستغفر له. يا بني، ادعوا الله كما كانوا يقولون بألسنة لم تعصه. كان السلف يقولون: ادعوا الله بألسنة لم تعصه. فقيل: كيف وكلنا يعصي وكلنا مقصر؟ قال: أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، والله عز وجل يوكل لك ملكا كلما دعوت يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل، فقد أحسنت وأحسن إليك. قد أحسنت إلى أخيك بذكره في دفتر ضراعاتك، وأحسن إليك بذكرك في دفتر الملأ الأعلى بأقلام النور وأفواه لم تعصي ربها عز وجل. والملائكة مخلوقة من نور، فإذا ما استكثرت من هذا النور بطاعاتك وذكرك وطهارة قلبك
وإخلاصك وصوم لسانك عن القبائح والرذائل واستكثارك من كتاب ربك عز وجل، فإن الملائكة تحب من يقرأ القرآن وتدنو منه حتى يضع الملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاه في قارئ القرآن، حتى إن السلف لاستشعارهم هذه المعاني الرائقة اللطيفة كانوا يستحبون أن يكون الإنسان حريصا على طهارة فمه وعلى أن يكون رائحة فمه طيبة، لا سيما إذا ما دخل في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى آكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد، وكان هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أتم حال وأكملها في هذا الشأن، فكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل ما يكون منه تغير لرائحة الفم فإني أناجي من لا تناجي، هكذا قال لسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه عندما سأله لماذا لم يأكل البصل، فإني أناجي من لا تناجي. فكان السلف يستحبون أن تكون رائحة الفم طيبة، لأن هنالك تلك الصحبة المباركة التي ينبغي أن يخفق القلب بحبها وأن يستكثر من رفقتها. وما أعظم مشاعر السلف وأرق حسهم، كان الواحد منهم يستيقظ كالربيع بن خثيم تلميذ سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، وعن سيدنا ابن مسعود كان إذا ما استيقظ في الصباح ينظر عن يمينه وعن شماله ويقول مرحبا بملكي اكتبا، إنه يملي على الملائكة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله، ما أطيب هذه القلوب وما أعظم معراجك إلى ربك عز وجل تحت أجنحة الملائكة، هذه الملائكة التي أخبر عنها ربها سبحانه وتعالى فقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. ما أطيب هذه الدعوات المباركات من الألسنة الطاهرات التي لم تعص الله عز وجل، يكون العبد في الأرض هذا الطيني يكون عبدا معانا مذكورا بالثناء في الملأ الأعلى، مذكورا بالدعوات من الملائكة الكرام حملة العرش ومن حول العرش. وإذا ما استحضر الإنسان هذا نهض به قلبه وارتفعت حاله واستشعر للطاعة ظلالا وضيئة، أنك في رفقة الملائكة، تلك الرفقة التي لا يشقى بها أحد أبدا، وهي هذه الرفقة التي قال فيها شيخ الإسلام أبو العباس رضي الله عنه قال كلما كان العبد لله أطوع كان جنده من الملائكة أقوى، جنده من الملائكة. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا في أذكار الصباح والمساء يا ويح من ترك أذكار الصباح والمساء، يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ما أسهل هذا الدعاء، يقوله 10 مرات كانت له مسلحة من الملائكة تمشي معه، جند من الملائكة مسلحون يمشون معه، يقونه الآفات، حثونه على الطاعات، لا يقربه شيطان إلا وخسي وطرد، فيكون ذلك العبد عبدا سماويا. كلما أراد شيطان أن يقترب أتبعه شهاب ثاقب، فيكون قلبه محفوظا.
ويكون قلبه كلما كان سره خاليا، وكلما كان لسانه ذاكرا، وكلما كان أسرع إلى الطاعات، كلما كان أكثر رفقة للملائكة. وكم من إنسان يكون ضعيفا بعد يوم طويل من العمل والمشقة ويدخل بيته واهن القوى، فما هو إلا أن يدخل ليغسل وجهه فيجد من كأنما يلقنه أن توضأ، ثم كأنما يقيمه أن صلي، ثم بعد أن يصلي كأنما يقول له استكثر، يجد من يأمره بالخير ويحثه على الخير، وينام واهنا ضعيفا فيجد من يوقظه، ويجد عينين تفتحان عند الفجر لإقامة الصلاة. كل هذه الأمور إنما هي من كرم رب العالمين أن يهيئ لك تلك الرفقة الصالحة. وما أشأم من ابتعد فاستكثر من الظلام والمظلمين، يحثونه على السوء ويجعلون قلبه في كرب عظيم من القلق والتوتر والخوف ورعشة الفزع والهلع. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عندما يرى الإنسان شيئا يزعجه في النوم ألا يلقي له بالا، هذا الشيطان تستعين بالله عز وجل يكفيك أمره. قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا والنفث نفخ الرقيق، وليستعذ بالله عز وجل، ثم لا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. لماذا؟ لأن الشيطان لو وجد منك إصغاء منشغالا بما رأيت، وهو يعلم مثلا بعض مخاوفك فيأتي بها في نومك ويوسوس ويهول بتهاويله، فإذا ما أصغى الإنسان وانشغل ويا فلان فسر لي كذا وقد رأيت كذا، أبطل هذا كله، أبطل هذا كله عنك بنفس، والنفس نفخ الرقيق، كأن هذا يقول لك إن هذا كيد ضعيف 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 لا قيمة له. فمن كان مستكثرا من رفقة الملائكة لا يلقي بالا لهذه الوساوس، وتكون كالطيف العابر لا يستقر بالقلب أبدا، يكاثر بالملائكة. هذا الطيف الأسود العابر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف في قراءة أو طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يذكرون ويعانون. يعود مريضا فيجد في رفقته 70,000 ملك، يا لله كم من أزمة تلم بالإنسان، وكم من حاجة يريد قضاءها، فكيف بالذي احتشد في رفقته 70,000 ملك؟ إذا وجدت مريضا فإن هذه شرفة تطل بك على الفرج، اذهب فزره فإن في رفقتك 70,000. ومن كان في رفقته 70,000 بنص النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة الأطهار الأبرار من النور، 70,000 ملكا نورانيا، كيف لا يقضى دينه ويفرج همه ويكشف قربه ويطيب قلبه؟ كيف لا؟ وأحاديث كثيرة، دُر بها والتمس أصداء الملائكة وسر خلف وقع أقدام الملك، فإن ذلك موصل ولا بد إلى العرش. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.